تبدأ وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية غدا في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة وأكدت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي نظرا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية حيث أصدر الوزير قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى الخامس عشر من أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير كما قامت الوزارة بالتنسيق مع البنوك المصرية الأهلي ومصر والقاهرة لسداد الضريبة كاملة من خلال فروع البنوك على مستوى الجمهورية